ممكن تعرفنا بنفسك؟ مستشار دكتور محمد موسى، خبير في الفرنشايز والجودة، وأستاذ جامعي في إدارة المشروعات القومية والكيانات الاقتصادية. أنا حضرت النهاردة في المؤتمر عشان عندي اقتراح إن مصر تكون قبلة العالم في صناعة الفرنشايز. وكلمة صناعة مش معنى هي الصناعة يعني صناعة، إنما هي بينعكس عليها التجارة وصناعة واستثمار. في دول العالم موجودة الفرنشايز، موجود كعلامات تجارية ولكن متفرقة. الجديد اللي أنا عايز أعلنه إن يبقى في كيان عندنا هنا في مصر، كيان عالمي يضم جميع العلامات التجارية والمنتجات التجارية، ويبقى أكبر مركز تسويق عالمي وبيع للعلامات التجارية. لأن المشروع ده بعد دراسة اتضح إن مصر ما بتحققش منه في ضوء الصناعة والتجارة إلا 30% بس هامش، إنما أمريكا بتحقق 97% بمعدل 100 مليار دولار، وإحنا أولى من 100 مليار دولار في وقتنا الحاضر بعد ما مصر ما بقتش ولا صناعية ولا زراعية. فعلى الأقل ننهض بمصر وفقا لرؤية 2030، نخلي مصر تجارية واستثمارية بمشروع الفرنشايز اللي هو هيضم حوالي 750 ألف منتج و50 ألف علامة وحوالي 150 دولة يبقوا تحت مظلة مصر هنا، ونعمل مول كبير اسمه مول الفرنشايز، نحط فيه كل العلامات التجارية، سيارات، وجبات سريعة، موضة، أزياء، صحة، تعليم، تدريب، جميع المنتجات تبقى 150 ألف علامة. وأنا عامل بحث في الكلام ده، وعايز من خلال موقع حضرتك رئاسة الجمهورية ومجلس الوطن والمعهد القومي للجودة يتبنوا المشروع ده اللي هو مشروع رائع، وبيشغل له حوالي مليون خريج جامعي لو هم فتحوا المشروع ده، وبيشغل جنبه بقى ما بالك بقى السياحه هتشتغل، المطاعم هتشتغل، لان لو مصر هي اللي بقت قبله العالم وده مش موجود، هو ده اللي انا بنادي بيه. شكرا.